معزوب. حاليا احنا هنعمل سلسله بتاع التقديمات عن ماده تنظيف البيانات او الداتا مايننج، نقدمها لطلاب الدفعه الخامسه اللي هم الخريجين من مختلف التخصصات، من تخصص نظم المعلومات المحاسبيه، نظم المعلومات المكتبيه، وتقنيه المعلومات والى اخره. فهسه ده اختبار، ده مجرد اختبار اللي هيحصل فيه ان شاء الله. سمعنا البدايه. شهاده العمر، نظم معلومات المكتبات. قدم برزنتيشن بـ OLAB بـ Online Analytical Processing. So today we will be compared at the end of the lecture you will be able to define OLAB and to understand the need for OLAB and application of OLAB. أولا هعرف الـ Data Warehouse، يعني إحنا عندنا بيانات كمية كبيرة من البيانات، لما أنا أنتغيها وأحطها في database واحدة هنا تعد يسمى داتا وير هاوس، او مجموعه من البيانات التاريخيه تستخدم في داتا وير هاوس، او تعريف اخر ذا بروسيس اوف كونستراكشن ان يوزنج داتا وير هاوس، يعني انا انشئ البيانات واخزنها واستخدمها بيتعرف في الداتا وير هاوس. الاو ال اي بي لازم يجيب لنا على السيمينار، لازم يجيب على سؤال انه هل انه داتا مايننج تجري على كل البيانات، ولا هل في بديل ثاني للبيانات للداتا مايننج. الداتا ماين تجرى على البيانات الكبيرة، أو A B تجرى على البيانات الصغيرة مثلا كالفئات والأعمار وغيرها. كتعريف لها إنها هي قال أصلا تو أبليكيشن ديزاين فور أونلاين أد هوك داتا أكسس أند أناليسيس، بيستخدموها المحللين السياسيين المحللين الأعمال اللي بينشوا الديزاين ويب، يعني بيستخدموا التصميمات بتاعت المواقع أو البيانات الخاصة بمواقع الويب. داتا أورجنايزيتد إنتو مالتي ديمينيشن، تدينا متعددة الأبعاد، وايضا access to analytical content يعني بتصلي للتحليل بتاع المحتوى، وسلاسل تدي serial time and trend analysis view to summary even information، بتدي ايضا مستويات للمعلومات. الconceptual بتاعها انها قال goals of OLAB in the support، يعني اصلا بتدعم لنا الكوير الخاصه بال، يعني لازم تجيب على عمليات بتاعت استفسار خاصه بال المحلل الاعمال، برضه بتديه انه الناس البيانات المجدوله ايضا، وتمده اناليسيس موديل يعني تديه نماذج خاصه ب الداتا وير هاوس. نظره سريعه على الفاست اناليسيس في الاونلاين، لا وجود الاوراق ابدا. الاناليتيكال عندنا السوشيال فيتنس مثلا نماذج مثاليه، البروسيسنج عندنا الداتا بيس. الفاست اناليسيس التحليل السريع اصلا بيكون على ادارات عمليات المعلومات المتعلقه بالاعمال. أنا بحتاج ليها need to for OLAB definition can we think in، لما أنا أفكر في تفكير في متعدد الأبعاد مثلا زي أنشي برانش أو بروجكت أجنس إير خاصة بالمنتجات مثلا مبيوعات أسعار خاصة بأي سعر أو غيرها. type of values we can handle، يعني أنا القيمة بتاعة البيانات أنا بستخدمها شنو؟ إذا كان السيل أو بروفايت كوست ربيع تكلفة مبيوعات وغيرها. how many limit can we handle، يعني المستوى عدد المستويات انا ممكن استخدمها، مثلا نمبر اوف برودكت، يعني عدد النمبر اوف برودكت عدد المنتجات انا ممكن احللها. مثلا شكلها في المنظمه 3 layers عندها داتا كولكشن الاول ده برضه في اول اي بي، في كولكشن خاصه بالمستوى الاول بالمستوى نفسه، في كولكشن خاصه بالمستويات انا مستخدمه يوز اوف اول اي بي في الديبارتمنت الاقسام، استخدام في الفانسي والماركتنج والسيلز والمانفكشن، استخدام اذا كانت في مبيوعات واسعار وتصنيع وغيرها. ممكن استخدمها في انالايز كابيتالز القدرات التحليليه، انه بيستخدموها باي اناليسيس اند مانجمنت، بيستخدموها الاداريين والمحللون، وايضا بتديهم معلومات خاصه بالاجمالي اجمالي الاسعار وصافي الانتاجيه وغيرها. الفانكشن بتاع الفانكشن اوف او اف بي تولز، يعني دائما انها بتدعم لنا اهم خاصيه انها بتدعم لنا الديشن سبورت فور انت فور، يعني لما يكون انت فور معناته انت فور داتا والهاوس هنا بيانات مستقبليه، ودي حاجه مهمه تنقلات وغيرها. ادفانس ستاتيكال بتدينا ايضا احصاءات متميزه، احصاءات تقدم احصاءات متميزه وماليات وحسابات تحليليه، و بتقدم لنا ادوات خاصه بعمليه الوصول لقواعد البيانات التحليليه، قواعد البيانات العلائقيه واداره بتاع قواعد البيانات متعدده الابعاد. ORB server architecture المعيارية عندنا سبيل 83 الاشياء بتاعتنا هي عبارة عن OLAB هي relation العلائقية في
بتاع الاغاز لاستخدام الداتا بيس مانجمنت سيستم واستخدام لاداره البيانات المخزنه في الداتا وير هاوس. عندنا المالتي نيشن او ال اي بي وهي الام او ال اي بي ودي تستخدم لنا في البيزمنت ريكوشن ستوري اند فاسي اندكسنج اوفر تو بري ريكومندد سمرايزنج يعني هي بتدي ملخص عن الداتا. عندنا الهايبر او ال اي بي دي الهجين يعني بين الاثنين السابقات. عندنا السبيشالز اس بي او ال سيرفر ده اخر حاجه انها هي خاصه بالاس بي او تدعم لنا برضه الاس بي او كوميدي واستعلامات وغيرها. دقيقة في حاجة اللي بتعمل زز دي شنو؟ لا أنا مارينا كنت دانيال قسم نظم معلومات مكتبات الفرقة الخامسة. هنقدم سيمينار بعنوان فرود ديتكشن كريدت كاردز يعني كشف الغش في بطاقات الائتمان. بداية هنبدأ بالتعريف ليها ديفينيشن. قال ذا ان اوثرايزد يوز اند ليجل كريدت كارد اند اي تي ام كارد ان اني فورم وذاوت ذا نونج اوف ذا كارد هولدر فور ذا بربوز اوف كارينج اوت بيمنت or electronic payment of all types is done by stealing confidential data card password, username, card number or access to electronic data card using electronic device. بسم الله. أنا مارينا كوز دانيال جامعة النيلان كلية علوم الحاسوب نظم معلومات المكتبات الفرقة الخامسة. هنقدم سيمينار بعنوان Fraud Detection in Credit Cards هو كشف الغش في بطاقات الائتمان. بداية التعريف للغش ذاته في بطاقات الائتمان هو عبارة عن استخدام غير مرخص أو غير مشروع للبطاقات الائتمانية بطاقات الصرف الآلي بأي شكل من الأشكال دون أن يكون صاحب البطاقة عالم بالموضوع دي وبيعمل الغش دي عشان يعمل سداد أو دفع إلكتروني بشتى أنواعه. بيتم كيف دي عن طريق سرقة البطاقة سرقة البيانات من البطاقة سرقة كلمة السر أو اسم المستخدم أو رقم البطاقة ذاته. بيكون باستخدام أجهزة إلكترونية مخصصة للحاجة دي. طيب عندي ways and methods of credit card fraud. Fraudulent use of credit card or prepaid card various forms of credit card out by counterfeiters using a ring of techniques. بمعنى الاستخدام الغير مرخص دي بيكون عن طريق تقنيات كثيرة مثل stolen cards اللي هي سرقة البطاقة أو copies or withdraw card information records on magnetic tab بنسخة أو سحب معلومات البطاقة المسجلة عن طريق شريط مغناطيسي بتاع البطاقة ذاته بواسطة آلات مسح البيانات. يلا طيب عندنا تقنيات كشف الغش. أول تقنية شهيرة الغرام. الثاني تقنية الخوارزميات الجينية وخوارزميات أخرى. التقنية الثالثة التقنيات العنكبوتية. التقنية الرابعة الشبكات العصبية. أغلب التقنيات دي مرت علينا في decision tree شرط القرار أخذناها والclustering thickness أخذنا منها الكامينز والكلنا عارفين الشبكات العصبية دي كلها طرق بكشف بيها الغش بتاع بطاقة الائتمان. طيب احنا لازم نعرف انه كيف نحمل بطاقة الائتمان الخاصة بينا. عندنا عدة ارشادات المفروض اي شخص يتبعها عشان يحمي كريدت كارد بتاعته. How to protect your bank credit or credit card prepared. اول حاجة وقع بطاقتك بمجرد استلامها على الشريط الخاص بالتوقيع باستلام قلم حبر جاف واحرص على ان يكون التوقيع واضح. ثاني حاجة keep your BIN number and if I have tried it don't keep the number written in your wallet or your bag. يعني احفظ كلمة السر بتاعتك ولو عايز تكتبها ما تكتبها في ورقة تحطها في محفظتك أو في شنطتك عشان ما تضيع. ثالث إرشاد the ID is your BIN not revealed to anyone including bank employees, vendors in the shops or by telephone or any other formal or informal it's your alone. بمعنى شنو؟ يعني رقم البطاقة الكريدت كارد ده حاجة خاصة بك انت ملكك المفروض انك ما تديها لأي شخص غريب حتى لو كان موظف البنك او المحلات التجارية زي جيت تشتري حاجة او ترسل عبر الموبايل او تديها لأي جهة شخصية رسمية او غير رسمية لأن في نهاية الحاجة ملكك المفروض ما يزور شخص تطلع على غيره.
الحاجة الرابعة remember to return your card after you have finished using an ATM or after your day for your purchase. يعني تذكر أن تسترد بطاقتك بعد الانتهاء من استخدام جهاز الصراف الآلي أو بعد غياب بتمعقيمة مشترياتك. خامس حاجة be careful in dealing with the messages that you received via email and ask for some bank statements. يعني توخى الحذر من الرسائل اللي بتجيك عبر البريد الإلكتروني بتطلب منك معلومات عن بطاقة الصراف بتاعتك. أخيرا وليس آخرا destroy the records and data on your credit card and any other document counting private functional information before throw is the waste. بمعنى قلنا قم بإتلاف السجلات والبيانات الخاصة بالبطاقة الائتمان الخاصة بك أو أي وسائل تحتوي على معلومات مالية خاصة قبل القيام برميها في النفايات. إذا كتبتها إذا اضطرت إنك كتبتها عشان تحفظها الرجاء إتلافها في معدات معينة إنك تتلف بها الورق أو ممكن تشرطها بتحريقها، لأن إذا وقعت في يد أي زول حيجمعها أو إذا قطعتها لأجزاء حيقوم يجمعها وحيشيل الرقم بتاع الكريدت كارد. هاي عبد الرحمن صالح هنقدم لكم انماط انماط الداتا مايننج. هنبتدي اول نمط ابريم برانسيبل ابريم ابريم اند اتيز اكستنشن. النمط ده بيستخدم في البيانات اللي بتحمل قيمه فريده في السجلات بتاعت البيانات القيمه بتكون متكرره. دي بتكون فعاله في بتخفض لنا عدد عمليات الفحص بتاعت البيانات. لما نكون دايرين نجي نبحث القيمة تكون فريدة، يعني مثلا yes أو no. لما نجي نشوف النتائج عايزين نبحث عن قيمة معينة ممكن نعين القيم ودي بتعمل لنا تسهيل في البحث أو تخفيض عدد عمليات البحث. عندنا النمط الثاني بسم الله الرحمن الرحيم باسم عبد اللطيف بشير. النمط الثاني mining frequent item set without candidate granation. بتتكون لنا من خوارزميتين، الخوارزمية الأولى خوارزمية الأبريري والخوارزمية الـ FB بروز. خوارزمية الأبريري بتخفف لنا من حجم البيانات المرشحة وهنا بتواجهنا مشكلتين، المشكلة الأولى توليد عدد كبير من البيانات المرشحة والثانية المسح مرارا وتكرارا من قاعدة البيانات. الخوارزمية الـ FB بروز بتعمل لنا مجموعة من البيانات وبتخفف بتفحص قاعدة البيانات تنازليا بتستخدم طريقة الفرق تصل. عندنا نمط ثاني mining frequency item set using vertical data format. النمط ده بيستخدم في البيانات اللي بتحدث متكررة سواء كانت تنقيب افقي او عمودي. مثلا زي الحالة بتاعت شراء السكر او حالة متكررة لشراء الحليب او السكر. وعنده ميزة انه ما بيحتاج لمسح لبعض البيانات. النمط الرابع المايننج ملتي لايف ملتي منشنال اند كوانتيتيف اسوسيشن رولز. التنقيب متعدد المستويات ومتعدد الابعاد. قلنا بيكون عندنا مجموعه من البيانات عنده علاقه مع مستويات اخرى من البيانات. لما تكون عنده علاقه مع مستويات اخرى بيكون التنقيب هنا منخفض، اما اذا كانت ما عنده علاقه بمستويات اخرى فهنا عمليه التنقيب بتزيد وبتوفر لنا الزمن وبيكون هنا في مرونه واجتياز لعمليه التنقيب. بسم الله الرحمن الرحيم. شاهين عبد الله الخامسه من معلومات مكتبيه. انا هتكلم لكم عن التنظيم في مجموعات البيانات المغلقه والقصوى. من التحديات الرئيسيه التي تواجه الداتا مايننج في مجال التنقيب اللي هي التنقيب في انماط متكرره من مجموعه كبيره من البيانات، وبينتج عن ذلك توليد انماط متكرره فرعيه. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الرحمن أحمد. هنتكلم عن المايننج أهايد إنتنشن داتا سيتس أند مايننج كلوزد بافرز. النمط بيستخدم في البيانات الحيوية الدقيقة البيانات الدقيقة وتوظيف الكتلة، كما بيستخدم في قياس البينات وأبحاث السرطان، كما يولد عادة عشرات أو مئات من الجينات. على سبيل المثال مثلا أخذنا العينات كصفوف والجينات كأعمدة، ده بيولد لنا عدد كبير من البيانات. التنقيب في الانماط المتسلسله. في التنقيب في الانماط المتسلسله بتنبأ بالبيانات التي تاتي متتابعه مثل ترتيب الحروف في مجموعه من البيانات في تسلسل يمثل مجموعه من الاحداث التي تحدث في نفس الزمن.
في حين أن الأحداث المختلفة تحدث في أوقات مختلفة. هنتكلم عن الماينينج ستراكشر باترنز اند جرافيكس تريز اند لوجيكس، اللي هي انماط التنقيب الهيكلي والرسوم البيانيه والاشجار. كان العديد من التطبيقات العلميه والتجارب لاحتاج الانماط لحتاج الانماط الاكثر تعقيدا من الانماط المتكرره والمسلسله. كان يستخدم في المعلومات الكيميائيه والحيويه وفهرسه الفيديو والنصوص واسترجاع المعلومات وتحليل الويب وبرمجه المنطقه الاستقراريه. عندنا فيها الابروير جيز ابروش، اللي هي يستخدم في التنقيب الرسوم البيانيه المتكرره بتتشابه مع قليل من الاختلاف. الباترنز جروز ابروش، اللي هي بينقب في الرسوم البيانيه المتكرره لكن بيكون فيها نقص، بيقوم بيضيف كل ما يعمل فحص لقاعده البيانات بيقوم بيضيف على الرسمه، يعني يعمل تعديل على الرسوم البيانيه اقصى اليمين كل ما امكن ذلك. هنا الماني انترسيتنج فريكوينت باترنز، اللي هي انه كان الناس بيحتاجوا للبيانات المهمه بالنسبه لهم، فحل المشكله دي بالماني كومبريس ان ابروش باترنز، اللي هي كانت تنقيب في مجموعه معينه من البيانات، يعني يكون عندنا مجموعه معينه من البيانات بيحصل فيها تنقيب. هتكلم عن تأثير تحليل البيانات وتنفيذ المهام. تنظيم العمليات قال ليس مهم في حد ذاته لكن مفيد في تحليل البيانات وتنفيذ المهام. ثاني هتكلم عن الفريكوينس، هتكلم عن الفريكوينس بدل، هتكلم عن الفريكوينس بدل، هتكلم عن الفريكوينس بدل بيست كلاسيفيكيشن. الأنماط المتكررة التي أساسها التصنيف، الأنماط المتكررة مفيدة في التصنيف حيث تولد القليل لاستغلال التصنيف، وهذه الطريقة في التصنيف أكثر دقة من بعض الطرق الأخرى. طرق التحليل، طرق التصنيف الترويجية. جامعة النيلين كلية علوم الحاسوب وتقنية المعلومات قسم علوم المعلومات المحاسبية الفرقة الخامسة. هنتكلم لكم عن شجرة القرار وخوارزمية الاي دي سي اي دي 3 ومفهوم الانتروبي الانتروبي عن طريق الكود، وهنتكلم عن مفهوم الانفورميشن جين ومساوي ومحاسن خوارزمية الاي دي سي. هنتكلم عن شجرة القرار. مفهومة هي عملية استخدام قواعد عشان أصرف فيها البيانات وبالتسماتها. وشجرة القرار دي بتتكون لي من جذور وأقوال. الناس اللي بيتكلموا زي ليه؟ قوموا فرتقوا برا يا أخي. بسم الله الرحمن الرحيم. الاسم رواح محمد أحمد علي محمد أحمد، جامعة النيلين كلية علوم الحاسوب وتقنية المعلومات قسم علوم المعلومات الحاسبية الفرقة الخامسة. هنتكلم عن مفهوم الديسيشن تري، اللي هي شجرة القرار. هي عملية استخدام قواعد وتصنيف البيانات وفق التزاماتها، وبتتكون لها الشجرة دي من جذور وأوراق، وكل عقدة قرار في هذه الشجرة بيكون لديها 2 أو 3 من الفروع، حيث يتم اختبار كل سمات هذه الأفرع. وسمة الأوراق الطرفية دائما بتكون لها متجانسة، إنها بتنتمي لها لفئة معينة، وبالتالي ما بتحتاج إني أختبر التصنيف بتاعها. ثاني هنتطرق لمفهوم الـ ID 3، هي خوارزمية رياضية لبناء شجرة القرار. اخترعت عام 1979، بتستخدم لي نظرية المعلومات اللي اخترعها لي شانون عام 48، ونظرية المعلومات دي بتستخدم لي قيمة ثنائية لتصنيف البيانات، مثلا ترو أو فورس أو ما شابه ذلك، والشجرة دي بتتبني لي من أعلى إلى أسفل مع عدم التراجع. بنستخدم فيها مفهوم الانفورميشن جين لاختيار السمة الأكثر فائدة للتصنيف. ثاني هنتطرق لمفهوم الانتروبي. أنا بتنبث بمفهوم الانتروبي إذا كانت المعلومات دي مكنتني من تحديد شيء مجهول. الانتروبي في حد ذاته هو معادلة عشان أحسب بها تجانس العينة. إذا كان الانتروبي بتاعي ده بساوي لي زيرو، العينة متجانسة تماما. إذا كان واحد، العينة دي مقسومة بالتساوي.
هنضطر لمعادلة الانتروبي. الانتروبي بيساوي لي مجموع الاي من واحد ل سي بي اي لوج ريزم 2 بي 1. البي دي بتمثل لي احتمال العينة. هناخد مثال بسيط للانتروبي. عندي كلاس مقسم لي لمال وفيميل. عندي 9 فيميل وخمسة ميل. الانفورميشن او الانتروبي لهذا الكلاس اس، باخد احتمال العينة الاولى على مجموعة الاحتمالات، بجيب لها لوجيزم 2 للعينة الاولى على مجموعة الاحتمالات ماينس الخمسة اللي هي الميل، الاحتمال الثاني على مجموعة الاحتمالات الاثنين الخمسة والتسعة، لوجيزم 2 لخمسة اللي هو الاحتمال الثاني على مجموع الاحتمالات، واخذنا الماينس لانه لوغاريتم الكسر بجنيه سالب، السالب مع سالب بينتهي، وبالتالي المعادله حتجيني بالموجب. بسم الله الرحمن الرحيم. الاسم منيره سيف الدين علي محمد، قسم نظم معلومات محاسبيه الفرقه الخامسه. اتكلم لكم عن مفهوم الانفورميشن جين عن طريق الكود. معظم لغات البرمجه ما بتقدر تحسب اللوج بتاع الاثنين، لوج 2 للاساس 10. عشان احنا نحسمه هنستخدم حاجه اسمها معامل التحويل. بعد ما نجي معامل التحويل ده هناخد قيمتنا اللي احنا دايرين نحسبها على معامل التحويل، هنقوم بالقسمه عشان نحصل للوج 2 للقيمه ايه. الانفورميشن جين بيعتمد على الانتروبي، وكل ما غيرت قيمه الانتروبي معناه انت هتغير قيمه الانفورميشن جين. قالت رواح قبليه انه هو الانتروبي بيعتمد على الانفورميشن جين، بيعتمد على الانتروبي. يعني عشان احنا ناخذ اكثر سمه نقدر نصنف بها هذه الناس. يتم حساب الانتروبي اللي للمجموعه قبل عمليه التقسيم، بعدين بنجري عمليه تقسيم للمجموعه الى فروع مختلفه، بعدين بنحسب الانتروبي لكل فرع على حده، بعدين بنضيف قيمه كل الفروع دي مع بعض. هنشرح القيمه جاتنا اللي جمعناها فوق من قيمه الانتروبي قبل التقسيم. الناتج ده بيدينا الانفورميشن جين، بعدين بنختار السيمه اللي بتعطي اكثر اي جي لعقده القرار. الفرع بيحتوي على انتروبي زيرو، ده معناه احنا ما حنقدر نقسمه قيمه طرفيه. خلاف ذلك انه احنا هنحتاج نقسم كل مره. هنشغل خوارزميه الاي دي 3 على الفروع حتى نصنف جميع البيانات. بسم الله الرحمن الرحيم. عايشة حسن إبراهيم، الفرقة الخامسة، نظم معلومات محاسبية. هتكلم لكم عن مساوي الخوارزمية دي. أنا بنشي بيانات تنبئ لي بمفهوم بيانات التدريب دي كلها، وبعدين ببني أسرع وأقصر شجرة، وبحتاج لكل السمات عشان أصنف بياناتي دي وأخليها كلها تكون مجانسة، وبعدين بحصل على العقدة الأم عشان أقدر من خلالها أصنف بياناتي، وبيكون عندي أكبر عدد للاختبارات للبيانات، وبتم البحث في كل البيانات اللي أنا بختبر فيها عشان أنشئ شجرتي دي، وبالتالي بتكون الشجرة كلها وبحدد فيها كل خصائصي وسماتي. أول حاجة الخوارزمية دي قلنا تكلفتها حسابيا هي مكلفة، وبيحتاج السمة الواحدة تختبر لي تختبر مرة واحدة فقط لتكوين القرار. آخر حاجة إنه إذا استخدم العينة صغيرة من البيانات حتكون لي بيانات تصنيفها أكثر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يسعدين. جامعة النيلين، كلية علوم الحاسوب وتقنية المعلومات، الفرقة الخامسة. هناخد مثال بسيط عشان نوضح الخوارزمية دي تعمل كيف. يلا عندي مثلا المثال بتاع السينوس ده، بيتكون لي مجموعة من الخصائص. مثلا عندي خاصية بتاعت الهيرلينز، خاصية بتاعت الويتس، خاصية بتاعت الاكس، والخاصية الأخيرة بتاعت الكلاس. الخاصية بتاعت الكلاس دي أصلا أنا بعتمد عليها عشان أصنف البيانات، لأنها بتعتمد على قيمة ثنائية اللي هي يا إما ميل يا إما فيميل، دي احتمالات أصلا بتتحسب. هنقوم أول حاجة هنشيل سيما تقوم تصنف لي البيانات دي عشان ما تديني فروق أكثر تجانس. أكثر تجانس يعني يكون البيانات اللي في الفروع دي كلها من نوع واحد. هقوم أشيل
مثلا اشوف انه الخاصيه بتاعت الهير لينكس دي اشيل السمه اللي انت رسمت لي البيانات دي فرع وجانس، حقوم اختار مثلا على 5 لانه الهير لينكس فيها 0 وفيها 10 وفيها 2 6 و4 و1 و8 و10 و6 في البيانات بتاعتها، حقوم اشيل السمه اللي انت رسمت لي البيانات دي على اساس انها تكون جانسه، معناتها حختار انسب واحده هي مثلا 5، حقوم اصنف البيانات دي اقل من 5 واكبر من 5. لما اصنف اقل من 5 واكبر من 5 حيكون عندي 4 في ميل و5 ميل. اقوم احسب الانتروبي للعينة دي، اقوم الانتروبي هو حسابه بالمعادلة السابقة دي، اقوم اقول انه ماينس الاحتمال الاول على مجموع الاحتمالين اضربها في لوج 2 الاحتمال الاول على مجموع الاحتمالين ماينس الاحتمال الثاني على مجموع الاحتمالين اضربها في لوج 2 لماينس للاحتمال الثاني على مجموع الاحتمالين. عرفنا انه لوج 2 بيجي واكب. يلا حنقوم نعمل، صنفناها الى فرعين، صنفت الى فرعين، واحد فيهم انه اللي هي 4 في ميل و5 ميل. حنقوم نصنف دي ثاني الفرع الثاني، نقوم نحسب الانتروبي لكل فرع، حسبنا الانتروبي للفرع الاول ونحسب الانتروبي للفرع الثاني بنفس المعادله السابقه، بعد ذاك نجمع مجموع الانتروبي للفرعين الاثنين ونطرحهم من القيمه تحت الانتروبي قبل التقسيم. دي بتديني القيمه الناتجه دي بنسميها الانفورميشن دي. بعد ذلك نعمل نفس الطريقة نفس التقسيم لكل الخصائص، مثلا الويت أقل من 160 برضه نختار سمة نصنف لها البيانات دي بحيث تكون إنها متجانسة كلها مع بعض. يلا هنا اخترنا في الويت اخترنا 160، وهناك في الهيرلينكس اخترنا أقل من 50. نقوم نصنف البيانات برضه بنحسب الانتروبي للعقدة قبل التقسيم ونحسب الانتروبي للفروع برضه كل واحد، بنجمع الفرعين الاثنين ونطرحهم من القيمة السابقة للانتروبي قبل التقسيم. اديني الانفورميشن دي، نحسب الانفورميشن دي لكل الخصائص الثلاثة. بعد ذاك بتاعنا نقوم نختار اكبر انفورميشن دي بحيث تكون هي الروت العقدة الأساسية عشان ما نبنيهاش شجرة. في هنا دي في الأول في الخاصية الأولى إنه كان طول الشعر والهير لينكس أقل من أو يساوي 5، الانفورميشن دي كان 0.09، وفي مثلا في الويت كان 1.5، وفي الاكس كان 0.01. نقوم نشيل اعلى انفورميشن جانا اللي هو على حسب الويت اقل من 160، نختار الويت هنقوم نعمل هو الروت، نعمل هو الروت. بعد ذاك بيقوم يقسم لي البيانات دي الاثنين، اصلا الويت لما قسمناها في الاول قسم لي البيانات الاثنين، كان الانتروبي لما كانت نو كان الانتروبي يساوي 0، 0 دي معناته ان البيانات دي كلها متجانسه اي من نوع واحد اللي هي من النوع ميل. بعد ذاك تاني نشوف الثانيه دي انه كان فيها 4 في ميل وفيها 1 ميل، يعني ما متجانسه، نقوم نقسمها ثاني عشان تكون متجانسه. نقسمها ثاني، يلا قلت لك من الثلاث خصائص دي انه اتاكدنا انه الوزن هو الافضل، ولكن نجد ان الاشخاص الذين وزنهم اكبر من 160 بنصنفهم على اساس انهم ذكور، بينما الاشخاص اللي اقل من 160 يكون تصنيفهم ما واضح، عشان كده حنقسمهم تاني على حسب خاصية أخرى وهي حنختار الهير لينكس. ليه اخترنا الهير لينكس؟ عشان إنه الانفورميشن جانا التاني اللي كان أكبر، أول حاجة كان أكبر الويت، بعد ذاك تاني كان أكبر اللي هو الهير لينكس، نقسم على أساس أكبر انفورميشن جانا، نقسم على أساس الهير لينكس. الهير لينكس كنت أقسم بيها البيانات، يبقى اخترنا سيمة كانت أقل من 5. في المرة دي اخترنا السمة كانت أقل من أو يساوي 2، لأنه نحن قلنا بنختار سمة بتقسم لها البيانات دي بحيث تكون إنه الفروع دي أكثر تجانس، عشان كده اخترنا أقل من 2، لأنه الاثنين اللي بتقسمها لي أقل أكثر تجانس. في المثال لو رجعنا هنا دي، بعد ما اخترنا إنه التصنيف كله كان في الويتس كان عندي، لو لاحظنا الأشكال بس مثلا هنشوف إنه دي كلها بتساوي لي، لو قسمناها هنختار الاثنين دي اكثر تصنيف للنص، نصنفهم لي اكثر، هنقول نختار الاثنين نقسمهم، بعد ذاك نحسب الانفورميشن جاي لكل العقدة برضه، بكده بتتكون لي الشجرة. بعد ذاك بعد ما اكون الشجرة بصل للمرحلة الأخيرة اللي هي إني أحول شجرة الغرار دي لقواعد. نقول if the weight greater than 116 classifies male else if in hair links less than or equal to 2 classify as male else classify as
التقسيمات، نقول إنه القواعد إذا كان الوزن أكبر من 160 يصنف الشخص على إنه ذكر، إذا كان طول الشعر أقل من أو يساوي 2 يصنف إنه ذكر، ما دون ذلك يصنف إنه أنثى. هنقدم سيمينار بعنوان تقنية التنظيم عن البيانات وأهميتها في إدارة العمليات المصرفية والمحاسبية والتسويق. شاهدة من الواقع، والبيانات دي بتكون لي في صورة غير منظمة، بتكون لي بشكل رموز أو حروف أو أرقام أو بيانات أو رموز، والبيانات لما تكون بشكل عام ما بقدر استفيد منها، بعد بكون بعمل ليها معالجة، وأي معالجة بتكون عندي كمية من أنواع من المعالجات، بعمل لها تحليل، بعمل لها تصنيف، أرشفة، أي نوع من أنواع المعالجات عشان تطلع لي المعلومات. والمعلومات برضو بستفيد منها عشان بعمل ليها برضو معالجة عشان تجيني المعرفة، والمعلومات عبارة عن ناتج هي ناتج معالجة البيانات، والمعرفة عبارة عن استخدام البيانات، والبيانات بقوم أنا بجمعها وبعمل لها جمع وتخزين وبحطها بصيغة صحيحة في الداتا بيس هاوس اللي هي عشان أعمل ليها داتا مايننج. موضوع الداتا مايننج من المفاهيم الحديثة بمستخدم في كثير من المجالات، ممكن استخدمه في مجال منظمة الأعمال الحديثة في نظم دعم القرار، وبستخدمه كيف بيعش لازم يكون البيانات أنا هستخدمها لازم تكون بيانات صحيحة، وأنا أكون متأكد منها ليه، لأنه القرار بتاعي ما بيحتمل إنه يكون القرار اللي حتاخده عن طريقة بيحتمل إنه يكون صواب ولا خطأ، لازم القرار بتاعي يكون ناتج عن بيانات صحيحة. ودورمتهم المعلومات في البيئة الجديدة بنظام متكامل، لازم يكون يعني ما لازم يكون ماسك البيانات التقليدية زمان، لازم يكون بيعتمد ليه على الداتا مايننج. فإذا نظرنا إلى متطلبات المستخدم الداخلي والخارجي لبيئة عمل البنوك ذكر مثال، بنجد إنه هي البنوك معنية بالتعمية المستخدمة بتحديد أنواع المعلومات المطلوب جمعها ومصادر الحصول عليها. ومن ثم ضرورة استخدامها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الفادي محمد بن حسين، بدر محمد بن المعلومات، بكم من المعلومات المركبات. أقدم لكم اللي هو السيمينار بعنوان أساسية رولكس اللي هو قواعد الارتباط. دي هي مقدمة المقدمة دي المقدمة دي تفرقنا شوية. نخش طوالي في الديفينيشن. اللي هو قاعدة الارتباط هي إحدى الواجهات الواعدة لعملية تنقيب البيانات كأداة من أدوات اكتشاف المعرفة، ولديها القدرة على تصفح كميات هائلة من البيانات، وهي تسمح بارتقاء كل القوانين الممكنة التي تشرح بعض الصفات الموجودة إجمالا على وجود أسفل الأخرى. لتعريف واحد، القاعدة الديفينيشن هي قواعد ارتباط معينة بين مجموعة من البيانات في قاعدة البيانات. شو قدام شوية؟ بعض الخوارزميات المستخدمة في قواعد الارتباط اللي هو أبيري الجواريدم وإلاكتيف الجواريدم والجرو الجواريدم والسي والجي يو اتش اي والأو بي يو سيرش. دي هي الخوارزميات المستخدمة. دي بعض الأمثلة اللي هو لقواعد الارتباط، عندنا مثلا السكر والبسكويت والحليب والشاي، دي كل حاجات شنو؟ ليها ريليشن مع بعض، يعني شكل علاقات مع بعض. لو دول اشترى سكر اكيد هيشتري شاي، وهيشتري حليب، وهيشتري البسكويت. ده اللي هو شري اول تبلين شويه للشغله دي. في هذه الخيط بين ان الشخص الذي سيقوم بشراء سكر وشاي وحليب فانه من المرجح جدا ان يقوم بشراء بسكويت، وهذا الفائده تفيد في البائع اول هذه الاصناف ضمن فئه واحده. دي كذلك اللي هو اذر اكزامبل،
مجلة موسيقية أو مجلة سيارات ومجلة شنو؟ المنازل كذلك دول يشتروا المجلة الموسيقية أكيد حيشتري شنو؟ مجلة بتاع المنازل ومنه حيشتري مجلة الخاص بالسيارات. كلية علوم الحاسوب وتقاطع المعلومات جامعة النيلين قسم نظم المعلومات الإدارية. هنقدم لكم موضوع الداتا بري بروسيسنج اللي هو عملية تجهيز أو تهيئة البيانات قبل عملية تنقيب البيانات. أنا لازم أعمل شنو؟ عملية الداتا بري بروسيسنج اللي هي شنو؟ عملية تجهيز أو تهيئة للبيانات. هي خطوة غالبا ما تهمل غالبا وتعتبر من أهم الخطوات في شنو؟ عملية تنقيب البيانات. طرق جمع البيانات، أنا عاوز أعمل تنقيب عن البيانات اللي هو عندي شنو؟ ماسيف أوبزرفيشن، ماسيف أوبزرفيشن داتا سيت اللي هو كمية ضخمة من البيانات. أنا الطرق بتاع الجمع بتاع البيانات يكون في لوزي كنترول اللي هو شنو؟ ما بقدر أتحكم في البيانات بتاعتي. احتمال تجيلي شنو؟ داتا تكون نويز، تكون انكمبليت، تكون ما متجانسة، بيانات ساخبة. يعني اكزامبل مثلا عندنا عندي حقل بتاع شنو؟ الجندر، جندر ميل. امبوسيبل ان يكون شنو؟ انه القيمة بتاعت البريجن يس، يعني يكون الجندر هو ميل. امبوسيبل ان يكون شنو؟ انه قيمة الحوامل نعم. دي عملية شنو هنا؟ عملية اكتشاف المعرفة، عملية اكتشاف المعرفة بتكون بتتسلسل من الخطوات. هنا عملية الماني تضمن في عملية الداتا بروسيسنج اللي هي شنو؟ عملية تضمن في هذه المرحلة اللي هو بعد ما شنو؟ أخزن البيانات بتاعتي شنو؟ في الداتا ويرهاوس. واي داتا بروسيسنج أنا شنو أنا بعمل تهيئة البيانات أو تجهيز البيانات؟ لأن شنو؟ دائما البيانات في العالم الحقيقي توجد بصورة غير سليمة. يعني شنو؟ غير إنكومبليت، نويزي، إنكونسيستنت. نويزي اللي هو means content error اللي بتحتوي على شنو؟ أخطاء أو تحتوي على شنو؟ قيم مضطربة وقيم شاذة. إنكونسيستنت على التجانس مثلا عندي حقل بتاع مثلا الإيد كان مثلا 23 سنة. وجيت لقيت تاريخ الميلاد هنا 2010. يعني possible كان يحدث. لكن دي شنو هنا؟ دي داتي داتي داتا اللي هو شنو؟ في على التجانس للبيانات دي. أنا عاوز أعمل شنو؟ داتا بري بروسيسنج. أنا عاوز أعمل تجهيز أو شنو؟ أعمل تجانس لهذه الداتا. لماذا هذه العملية مهمة؟ مهمة لشنو؟ لأنه no quality data, no quality mining result. لأنه شو تكمن جودة نتائج عملية تقييم البيانات في شنو؟ جودة البيانات. و quality decision أنا ممكن أتخذ غير سايد على بيانات ما شنو؟ ما ذات جودة. يأثر على شنو؟ اتخاذ القرار. وممكن شنو؟ المستخدمين شنو؟ بيعتقدوا يكون في عدم مصداقية لأنه البيانات ما وتجالس او بيانات ما بصوره سليمه. انا شنو كمستخدم يكون عندي شكك في شنو؟ في النتائج الرقميه بتاعتي. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد الصاوي من الفرقه الخامسه نظم المعلومات الاداريه. هنتكلم عن الداتا بري بروسيسنج او الطرق بتاعت الداتا بري بروسيسنج. احنا بنعمل شنو؟ عندنا اربع طرق ستاندر ما متعارف بها، هي داتا كلينينج، داتا انتجريشن تكاملية، كلينينج يعني نظافة، داتا ترانسفورميشن، والداتا ريدكشن. لو مسكنا داتا كلينينج، داتا كلينينج معروف انها تنظيف يعني او نظافة. كيف يعني انتوا تتخيلوا داتا وصخانة؟ كيف يعني داتا يعني ما ممكن تتخيلها داتا كلينينج. داتا لما نقول داتا كلينينج نقصد بها يعني فيها داتا ما مخطوطه بصوره صحيحه او فيها مثلا في 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 قيم يعني بتاع الداتا قاعده في 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 حته ما المفروض تكون فيها. اذا مثلا افترضنا بيانات بتاع التعداد السكاني ما ممكن انا اخذ معاها بيانات بتاع النتائج حق الطلاب كويس. عندي طرق عشان انا اعمل فيها الداتا كلينينج دي او تاسك او مهام.
اول حاله اول حاجه انا بقول بعمل شنو الفيلم ميسنج فاليوز املا القيم المفقوده والقيم المفيشه كويس. الحاجه الثانيه انا بزيل الداتا الملوثه او المزعجه الموجوده عندي في طرق كثيره يعني انا بعمل بها الفيلم. الطرق اللي بعمل ways of handling missing data الطرق اللي انا بعمل بها شنو بحل بها مشكله القيم المفقوده. اول حاجه كويس انا بقوم بعمل شنو يا انا بقوم اعمل عمليه using dot way class بقوم بجهل الصف عندي الصف كامل يعني ممكن انا اجهل خليه. الطريقه الثانيه بقوم بعمل بملا القيم المفقوده. الطريقه الثالثه انا بستخدم المتوسط او الوسيط. الطريقتين الاوائل دي ما بتطرق فيها انا ما ممكن اجهل بيانات كامل يعني صف كامل فيه بيانات بتاعت مثلا موظف او مواطن اجهله عشان فيه ما فيه نقص او فيه قصور. الطريقه الثانيه انا ممكن املا البيانات الناقصه دي يدويا لانها بتاخذ زمن وبتكون متعبه ومكلفه. عشان كده انا بنستخدم المين او المتوسط ودي الطريقه الايدى او السهله او الابسط. الداتا انتجريشن انتجريشن يعني شنو التكامليه بتاعت البيانات. انا اصلا قبل ما اجي اعمل داتا مايننج البيانات بتاعتي بتكون جايه من داتابيز مختلفه او قواعد بيانات كثيره. انا بقوم بجمعها في الداتا وير هاوس او مستودعات البيانات بتكون ما فيها تكامليه او بتكون حتى الحقول بتاعتي بتكون تسمياتها مختلفه. يعني مثلا النيم قد يكون في داتابيز مسمى مثلا نيم في داتا ثانيه عنده اسم ثاني. عشان كده انا بقوم بعمل ليه تكامليه. مثلا هنا عندنا المثال ده في داتابيز عندي كاستمر اي دي مسمين الحقل ده بالكاستمر اي دي. في داتابيز ثاني انا مسمينه كوست اي دي عامل له اختصار كده. ما في تكامليه في حين انه الحاجتين دول هم بيمثلوا حاجه واحده الرقم التعريف بتاع الزبون او العميل. عشان كده انا بقوم بعمل لها عمليه بتاع التكامل. الداتا ترانسفورميشن او عمليه تنقل البيانات او تحريك البيانات. انا قصدي شنو بالداتا ترانسفورميشن؟ البيانات بتكون قاعده في حتات كثيره كويس. قال لك ان داتا ترانسفورميشن زي ار ترانسفورميشن ريسبيليتي ان نوت فورم from mining data transformation can deliver the following. عندي خمسة مثل لي. أول حاجة عملية السموزنج أو التنعيم للداتا دي بحذف القيم الملوثة أو المزعجة. عندي ثاني aggregation أو التجميع بقوم بعمل تجميع للبيانات أو الداتا. عندي generalization أو التعميم بعمل تعميم أو توحيد للداتا بتاعتي دي. في النورماليزيشن او التطبيق بطبع الداتا بتاعتي دي يعني قد يكون عندي مثلا قبول فيها ارقام كبيره انا بقوم بعمل لها تطبيق او صوره ستاندرد عشان اقدر اتعامل معاها بصوره سهله. داتا ريدكشن اللي هو الداتا ريدكشن اللي هي شنو؟ اختزال البيانات او تقليص البيانات. اللي هو انا الداتا بتاعتي بتكون شنو؟ كبيره جدا ماسك لكن لازم اعمل شنو؟ تقليص. اللي هو شنو؟ الداتا بيز اللي بيكون شنو؟ ستور تخزن يعني تيرا بايت من شنو؟ من الداتا. لكن لازم اعمل شنو؟ ريدكشن. وعندي تكنيك بعد باء الريدكشن اللي هو التقليص او اللي ممكن اعمل شنو؟ اعمل كلاسترين، اعمل كومبريزنج او اعمل دايمنشن ريديوس.
زي ما شايف هنا الرسمه دي هنا ممكن يعني بتشرح الاربع طرق للداتا بري بروسيسنج. اول حاجه الرسمه الاولى شايفينها زي عمليه بتاعت غسيل او واش، شايفين شكل الصف هنا الداتا طلعت نظيفه او بصوره احسن. هنا الداتا انتجريشن او التكامليه بتاعت البيانات، شايفين انه البيانات قاعده في اشكال او داتا بيز مختلفه او قواعد مختلفه. لما انا اجي اعمل عمليه الداتا بري بروسيسنج بتقعد في شكل ثابت. الداتا ترانسفورميشن او التحويلات، هنا زي ما شايفين عندي قيم، بعض القيم دي منها قيم كبيره يعني هنا، وقيم سالبه وقيم موجبه ما واضحه. يعني مثلا هنا سالب 2 23 159 كلها عملنا لها ترانسفورميشن او توحيد عشان انا اقدر اعالجها بسهوله. وفي الريدكشن اللي هو عندي شنو؟ شكل بتاع البيانات اللي هو كان مستوى اوسع، عملت له ريدكشن او تغليس او اختزال. مكتبة بابل هي تعبير ظريف
بما يعيشه الإنسان اليوم، فهو يعيش ومن حوله العديد من البيانات اللانهائية، والتي لو استطاع الاستفادة منها لعرف الكثير من المعرفة ولعرف الكثير من الأمور. هذه الفوضى من البيانات التي يعيشها الإنسان أدت إلى ظهور ما يسمى بتنقيب البيانات. تنقيب البيانات معناه هي عملية تستخدم عدة وسائل لتحليل البيانات بغرض اكتشاف متغيرات وعلاقات بين البيانات قد تساعد على التنبؤ أو التوقعات الصحيحة. ويمكن التعريف عنها أيضا هي عملية البحث داخل مستودع البيانات عن معرفة غير مكتشفة. سيتم التعرف على الداتا مايننج عن طريق أداة تعرف بالكليمنت تايم. الكليمنت تايم هو عبارة عن برنامج لعمل نماذج تنقيب البيانات، وهو من تطبيق شركة الاي بي ان، يعمل على التنقيب من خلال عمل تحليلات لبناء نموذج التنبؤ، ويحتوي على واجهة بصرية تتيح للمستخدمين الاستفادة من خوارزميات التنقيب والبيانات الإحصائية دون الحاجة إلى البرمجة. كان اسمه في السابق SPSS، ومن ثم تطور إلى SPSS Clementine. بعد ذلك وفي عام 2009 أصبح اسمه BASW، ومن ثم أصبح IBM SPSS. والآن سنتعامل مع برنامج Clementine 12 تم إنتاجه في يناير 2008. سيتم التعرف على البرنامج عبر مهام تنقيب البيانات. أول مهمة من مهام تنقيب البيانات هي الأسوسيشن رول. بسم الله الرحمن الرحيم. الأسوسيشن رولز هي إحدى التقنيات الواعدة كأداة من أدوات اكتشاف المعرفة، وهي قواعد ارتباطية معينة بين مجموعة من البيانات في قاعدة البيانات. مثال لذلك الأسوسيشن رول مثلا في الباسكت أناليسيس، لو افترضنا أن هناك مجموعة من الأشخاص يتم شراء مثلا الحليب معه البسكويت والشاي، أو هناك أشخاص بيشتروا الحليب معه مثلا زبادي أو بسكويت، فيتم معرفة العلاقة التي تربط ما بين شراء الحليب وهو الأوبجكت الهدف المعين الذي نريد معرفة العلاقة معه بجميع العلاقات الأخرى. نتعرف على الأسوسيشن رول عبر برنامج الكلمنتاين. في الأسوسيشن رولز كمثال، أول حاجة هناخد فكرة عامة عن الكليمنتاين. الواجهة الأساسية تحت الكليمنتاين فيه ثلاثة أجزاء. الجزء الأساسي اللي هو في النص ده اللي هو الفيول ستريم بتاعتي أو التجربة بتاعتي بصورة كاملة. الجزء على يدي اليمين فيه ثلاثة تابز. التاب الأول هو الستريم، بيكون فيه التجارب بتاعتي المعمولة. الأوتبوتس في المخرجات والمودلز اللي أنا بعملها من خلال التجربة بتاعتي. الجزء التحت ده عبارة عن الأدوات اللي أنا بستعملها في التجربة بتاعتي كاملة. فيه مجموعة من التابز. التابز الأول هو الفيفوريت، ده فيه الخيارات المفضلة في التجربة أو الخيارات الأساسية اللي أنا بستعملها في التجربة بتاعتي. السورس فيه كل الداتا سورس أو الداتا بيس اللي أنا بستعملها في التجربة بتاعتي. الريكورد أوريشن الريكورد اللي هي عبارة عن الأوريشن خاصة بالريكورد، مثلا زي مثلا من خلال الأوريشن اللي بعملها ان الأبنت ده انا من خلاله بعمل ربط بين تو داتا بيس او تو داتا سيت. الفيلد اوبشن اللي هو اوبشنز خاصة اوبشن خاص بالفيلد، مثلا يعني من هو كتيرة مثلا زي الفلتر والتايب. مثلا في الفيلد ابس اوبشن عندي الفلتر. الفلتر انا من خلاله بحدد الحقول اللي انا عايز استعملها في ال عايزة أقارن بها أو استعملها في التجربة بتاعتي أو لا. الجراف بعرض بها، والمودلينج هي عبارة عن الحاجات الأساسية اللي هي من الخوارزميات الأساسية المستعملة في التجربة. الخوارزميات ممكن تكون لكلاسيفيكيشن أو لأسوسيشن رولز حسب العملية اللي أنا عايزة أجريها، والأوتبوت والإكسبورت. ممكن نطبق الكلمنتاين في تجربة بسيطة. مثلا في الاسوسيشن رولز هنطبق بناء على لايبراري، هنقوم نختار الداتا سيت. هنقوم اول حاجه نختار ستريم جديده. من البدايه نشتغل على ستريم جديده.
ترتيب الداتا سيت هنشتغل عليها عادي ممكن تتعرض من اي مكان مخزن فيه، اذا كان داتا بيس خد فيها ممكن زي الخيارات اللي بقى عرضتها، اذا كان داتا بيس، اذا كان فايل عادي، اذا كان فايل اكسل، اذا كان انبوت عادي لداتا سيت، لكن لازم تكون بسيطه، تدخل بيانات بسيطه تعمل عليها مايننج، تفتح لك كل الخيار مجموعه من الخيارات بتاع الداتا سيت عشان تعمل عليها مايننج. مثلا احنا عندنا داتا سيت اصلا مخزنه عندنا هنا، ممكن نجيبها من الديسكتوب وننزلها عشان نشتغل عليها التجربه بتاعتنا. دي داتا سيت اصلا محفوظه عندنا كده، ان احنا نزلنا الداتا سيت بتاعتنا وعملنا عليها اوكي، نزلنا الداتا سيت. ممكن نعرض الداتا سيت عشان نشوف البيانات اللي فيها شنو من خلال تيبل. هنقوم نختار تيبل، نجيب التيبل، هنعمل لينك التوصيل من خلال كونكت، اعمل كليك على التيبل باكسكيوت، هقوم اعرض كل البيانات اللي قاعده جوه الداتا سيت بتاعتي اللي انا عايز اشتغل عليها. نشوف مثلا كيف نحنا نجيب داتا سيت ثاني ونشوف كيف هنربط بين تو داتا سيت قبل ما نجيب التجربه عشان نوضح العمليات اللي ممكن اعملها على ريكورد مختلفه. اجيب داتا سيت ثاني، عايز اعمل بين دمج لمجموعه ريكورد من داتا سيت وداتا سيت اخرى ثانيه. كده انا جبت داتا سيت مختلفه من الداتا سيت بتاعتي اللي انا جبتها ايميل. يلا من خلال ابند من العمليات على الفيلدز، عايزين نعمل فلتر للبيانات بعد عملنا الربط بين التو داتا سيت. الفلتر كيف؟ انه ممكن اذا عايزه اعمل مايننج للبيانات اللي جبتها دي وعايزه من الاتربيوتس المختلفه اللي كانت في التيبل بتاعي، عايزه الغي بعض الاتربيوتس عشان اقلل الربط بين الاتربيوتس. مثلا اذا كان عندي 7 ولا 8 اتربيوتس بتيبل محدد، اجي اعمل علاقه بين 3 اتربيوتس او 2 اتربيوتس، بلغي باقي الاتربيوتس واخلي ال 2 اتربيوتس عشان اعمل بيناتها العلاقه المحدده واشوف الربط بيناتها. ويلا اخيرا ممكن نختار الخوارزميه اللي احنا دايرينها من خلال الموديلنج. طبعا ممكن نشتغل على اسوسيشن رولز، هنختار الابريوري، نجيب هي دي الخوارزميه. عايزين نطبق الاسوسيشن رولز من خلال خوارزميه الابريوري على البيانات اللي جبناها في التيبل المعين او الداتا سيت اللي شلناها هسه دخلناها في التيبل المعين. اول حاجه هنحدد السبورت والكونفيدنت، لازم اسال
ممكن نعمل ملخص للخطوات، اختار داتا سيت محدده زي ما شفنا في اول حاجه، انه جبنا الداتا سيت اللي جبناه عباره عن كم عباره عن فولدر في الاكسل، عمل جبناه عادي ممكن خيار اختيار زي ما قلت من قبل انه تجيبه من اي حته مخزن فيها، او اذا كان داتا سيت جاهز داخل البرنامج ممكن تساعدك انك تتعلم اكثر كيف طريقه عملها. بعدين بتجيب تيبل عشان تعرف كل البيانات، ممكن تختار زي ما قلنا شوفنا هنا عدد من الخصائص، عايز تعمل اي عمليه اذا كان عمليات على الريبورت، اذا كان عمليات على الفيلد، اذا كان المهام المختلفه تحت الماين مثل الكلاسيفيكيشن والاسوسيشن رولز والكلسترنج عن طريق الخوارزميات الموجوده محدده. وهو زي ما قلنا ميزه في برنامج الكلمنتاين او كل التولز تحت المايننج بتساعد على اني تعمل لي مايننج زي ما نقول شنو انه جاهز انت بتدخل البيانات اللي عندك وعن طريق خطوات اصلا مبرمجه في البرنامج او التولز المحدد تطلع لك